الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يقول: اتفق مجموعة من الشباب على وضع ما يسمى بمجموعة في الواتساب، ينزلون 6 صفحات من القرآن الكريم، يقول يقرؤونها، وهذا يكون بشكل دائم، فهل هذا يدخل في البدعة؟ الحمد لله، لقد أمر الله عز وجل بتلاوة كتابه وتدبره وترتيله، وأمر به النبي صلى الله عليه وسلم، وأخبرت الأدلة بعظيم الأجر والثواب المترتب على قراءته وعلى تدبره وعلى تعقل معناه وعلى تعقل معانيه وتفهمها. فقال الله عز وجل: فاقرأوا ما تيسر من القرآن، وقال عز وجل: فاقرأوا ما تيسر منه، وقال الله عز وجل: كتابا متشابها مثاني تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله. قال الله عز وجل: وقرآنا فرقناه لتقرأه على الناس على مكث ونزلناه تنزيلا. وقال الله عز وجل: ورتل القرآن ترتيلا. ويقول صلى الله عليه وسلم: اقرأوا هذا القرآن فلكم بكل حرف منه حسنة. الحديث. ويقول صلى الله عليه وسلم: يقال لقارئ القرآن يوم القيامة: اقرأ وارتق ورتل كما كنت ترتل في الدنيا، فإن منزلتك عند آخر آية تقرأها. وبناء على هذا، فالأمر في تحديد مقدار القراءة اليومي يرجع إلى اختيار الإنسان، وليس هناك تحديد يلزم الإنسان به في غير قراءة الصلاة. فليس هناك إلزام في تحديد حزبك أو وردك اليومي من كتاب الله عز وجل، فعلى ما تريده أنت وتختاره، ويتناسب مع فراغك وشغلك، ويتناسب مع قوتك وفتورك، فهذا يترك تحديده إليك. ولكن لا ينبغي أن تطوى صحيفة ذلك اليوم ولم تقرأ فيها شيئا من كتاب الله، ولم يكتب فيها أنك قرأت شيئا من كتاب الله. فإذا هذا أمر لا حرج فيه فيما أرى والله أعلم، ولا يدخل هذا التحديد في حد البدعة، لأنه ليس تحديد تعبد بعينه، فهم لم يحددوا 6 أوجه أو 6 صفحات ليتعبدون الله عز وجل بهذا التحديد بخصوصه، وإنما رأوا أنه متناسب مع وقت وجودهم على هذه المجموعة ومراسلة بعضهم لبعض فيها. فهذا تحديد لا يخرج الإنسان إلى دائرة البدعة، لأنه غير مقصود بالذات. وقد عرف عن الصحابة رضي الله عنهم تحزيب القرآن، فكانوا يقرؤون كل يوم حزبهم، وهذا التحديد ليس له أصل مرفوع عن النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما هو يرجع إلى نشاط الإنسان وقوته. وخلاصة هذه الفتية أنه لا حرج في هذا الأمر، بل هو من الخير ومن استغلال هذه الوسائل فيما يرجع على الإنسان نفعه في الدين وعاجل أمره وآجله، والله أعلم.